تواصل وزارة الداخلية استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وفي هذا الإطار واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 4716 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 35 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 562803 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11072 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 2269 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5013 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 304.5 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجم السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2879 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 549.5 طن. كما تم ضبط 136 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 192 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 326 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 109998 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 750715 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 305033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4196 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 219 سائقا منهم. كما تم المرور على 102 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 94 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 71 مركبة وتبين عدم مطابقة مركبتين لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 381 سيارة و77 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8522 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 989 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1274 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3141 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2974 مخالفة ملصقات وضبط 39 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1343 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,468 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71,332,520 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 252 قضية، من بينها 153 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و99 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 45,000 كتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 43,524,094 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3,357 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,448,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,455,920 جنيها.